السلام عليكم السيد الشهب حميدة، خدامين في الشراعة الخير ديال المنتي، ورحنا ندخلوا السوق، ندخلوا للمارشي الكومسيو، نباليوه نقيوه، ديش يمشي بوحده، الزينة تمشي بوحدها، وداك الجودة، والجودة زينة، الجودة كاين شي مردودية تبارك الله، يعني مزيانة شوية، مزيان مزيان مليح، ما بيش خصنا غير الماء، خصنا غير الماء، والمسؤولين يطلقوا لنا الماء، المسؤول اللي مسؤول على الماء يتفاقد الفلاح ويطلق الماء للفلاح، هادشي اللي راه يقول. كاين شويه ديال بالنسبه ما يطلقوش الماء ولا؟ ما راه يمشي يطلقوا لنا الماء بزاف، تشوفوا هذا الخير هذا راه دار غير بالقدره الالهيه، ما كاينش الماء بزاف، ما عطاوناش الماء بزاف. ثلاثه التوار ولا اربعه التوار في العام راه ما كافياش للشجره، والشجر راه يبس، وهذا الخير داروا غير بالقدره الالهيه، شويه ديال الشتاء اللي عطاونا سيدي ربي وصافي. هادشي اللي كاين. ونطلبوا المسؤولين يعطيونا زعما يتلاهوا مع هذه الفلاحه ويتلاهوا مع هذه الجوده ديال البركان ويقعدوا لنا شويه. نتمنى كنشوفوا هذه المنطقه ديال الشراعه يعني معروفه بالتشين معروفه بالتشين، ولا شكون المسؤولين راهم دار شي ضيعوا الفلاحه الصغارين، دار شي مساكن ما عرفش، ولا كاين اللي مسكين عامر بالكريدي، كاين بزاف راه مسؤولين اللي مسؤول يعطي المهمه، كاين اللي يبس له الشجر، كاين اللي يقلعوا، راكم تشوفوا التراكسات قلعوا واحد العدد. والسلام عليكم، نطلبوا المسؤولين زعما يردوا البال زعما لهادشي. الله يحفظك، شكرا. وا زيد.